أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعمليات العسكرية المستمرة في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مشاركة بوتين في احتفالية بمناسبة الذكرى الثامنة لانضمام القرم إلى روسيا. وقال الرئيس الروسي إن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا يكمن في وضع حد لما وصفه بالإبادة الجمعية التي يتعرض لها سكان منطقة دونباس. унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, и которое финансировало эти территории по так называемому...